أنا سمعت إن هو في مشكلة مع المدرب منزل الكبير، وأعتقد إن سمعنا إن في مشاكل في نادي الرجاء، وهذا ممكن تصب في صالح النادي الأهلي بإذن الله. يعني في حظوظ بالنسبة لكم النهاردة؟ أكيد طبعًا، لأن ما كناش جينا. بس المشجعين الرجاويين يعني عندهم حظوظ كبيرة، يقولوا على أنهم اليوم يكونوا. اسمعني، هو كل مشجع بيشجع الفريق بتاعه، وأنتم من حقكم إن أنتم تمسكوا بالفرصة، وإحنا كمان من حقنا إن إحنا نتمسك بالفرصة. وأعتقد إن النتيجة اللي إحنا عملناها في مصر ما هيش سهلة على الرجاء، وأعتقد إن شاء الله إحنا لو حافظنا في الشوط الأول إن إحنا ما يخشش فينا أهداف نقدر نعدي الماتش بإذن الله. التنظيم كيف شفت التنظيم؟ ما شاء الله التنظيم جيد جدا، وانا لقيت حتى ترحاب من الاخوه المغاربه، وانا مش اول مره نيجي المغرب هنا، يعني انا جيت في مراكش واجادير بس اول مره في كذا، وعرفت قوه الرجاء والوداد الموجودين هنا في كذا. كل الناس يعني لهجتك مش من القاهره؟ لا لا لا، انا من بلد اسمها المحله، في من المحله الكبرى بالضبط. أيوه. كده اهلا وسهلا بك. اهلا بك. انا عايش في المغرب. عايش في المغرب. موجود في المغرب. كيف تشوف يعني المباراه نتاع اليوم؟ والله هي المباراه صعبه على الفريقين، يعني وقع صعب على الفريقين بصراحة بحق الله. أيوة. لأني وقع على ملعبه صعب. مين اللي عنده حظوظ كثيرة؟ هو طبعا الأهلي بالنتيجة الأولانية 2-0. لازم تقول كلام. لا مش لازم أقول والله، بس هي النتيجة برضه. المباراة اليوم صعبة بجد. المباراة صعبة والله. الرجويين كيقول على أنها سهلة بالنسبة لهم. لا لا، صعبة صعبة على الفريقين والله. على الفريقين ما تتوقعهاش نتيجة صعبة والله. والاحسن هو اللي يربح، واحنا نتمنى الاهلي ان شاء الله. اللاعبين الرجاوي اللي انتم متخوفين منهم؟ والله انا دلوقتي مش مركز في اي اسامي، قسما بالله مركز مع الاهلي. الف مبروك. الله يبارك فيك.